السلام عليكم ورحمة الله. هذا أول درس من دروس جروب بيج تيجر. احنا طبعا شباب جروب نلعب ستريت فايتر من مدينة الدمام المملكة العربية السعودية. طبعا هذا أول فيديو راح يكون تعليم استخدام الأركيد ستيك والفايت ستيك، وراح يكون باللغة العربية. طبعا موجود في الإنترنت كثير فيديوهات تعليم الستيك بس لكنها باللغة الإنجليزية، فإحنا قررنا ننفرد بدروس خاصة باللغة العربية تكون إن شاء الله مفهومة للجميع وتكون موجهة بالذات للعيبة ستريت فايتر العرب. طبعا ليش نسوي الدروس هذه وتعليم بالستيك؟ في ناس طبعا ما تحب تلعب بالستيك، تحب تلعب باليد العادية، في ناس تفضل الستيك. فايش وش الفرق الجوهري بينهم؟ الفرق ان اللعب بالستيك يعطي اللاعب افضلية من ناحية تطبيق الحركات، ومثل الاوبشن سيلكت، البلينكينج، البفر، اللي تكون صعبة جدا استخدامها عن طريق اليد العادية. فان شاء الله راح نشرح الامور هذه في دروس مقبلة. طبعا الانتقال من اليد العاديه للستيك ياخذ وقت طويل. طبعا في بعض اللعيبه ياخذ 3 شهور، بعض اللعيبه ياخذ 6 شهور، على حسب كميه التدريب والرغبه باستخدامه. طبعا اكبر خطا ممكن يستخدمه الشخص في الانتقال من اليد العاديه للستيك هي اللعب بالستيك فتره ثم رجوع اليد فتره وبعد الستيك مره ثانيه، فهذا يسبب نوع من التشتت وعدم الراحه. فبعض اللعيبه يشوف نفسه انه وصل درجه معينه من المستوى باللعب باليد العاديه، فلما يجي يلعب بالستيك يلعب مع اصحابه او يلعب مع ناس يعرفهم ينصدم بالمستوى، مستوى التطبيق عنده متدني، فيجيه نوع من الاحباط من نفسه. طبعا هذا كثير من اللعيبه يواجهون الموضوع هذا، ففي النهايه ممكن يركن الستيك على جنب ولا عاد يرجع لها ويقول انا ما اقدر العب فيها وهذه ما تصلح لي. طبعا نوع الستيك هذه نوعها مادكاست تورنمنت اديشن، وهذه طبعا من افضل الانواع الموجوده في السوق، في انواع غيرها لكن في البطولات هذه هي النوع المفضل، وبسبب ان جودتها وسهوله استخدامها. طبعا الازرار موجوده فيها اللي هي هذه مربع ثلث ار1 ال1 اكس دائره ار2 ال2. طبعا هذه هي الكوس بروب، هذه الرفسات. طبعا لو بنش، ميديوم بنش، هاي بنش، لو كيك، ميديوم كيك، هاي كيك. طبعا الازرار هذيلا غير مستخدمين في اللعب لان ثلاث ازرار هاي تعوض عنهم. طبعا الاي اكس موفز او الحركات الاي اكس تطبق هكذا، بالنسبه للالترا كذا. طبعا هذا الزر عن ثلاثة زر هذه، طبعا زي ما قلنا ما يحتاج، فلو في بعض اللعيبه يشيلوها. هذه العصا، زر هوم، تربو طبعا ما تحتاجه، زر هنا ستارت، هنا سلكت، هنا البوكس بس تحط فيه الكيبل حق المسك. طبعا نوعية الأزرار والعصا نوعيتها سانوا. طبعا حركة العصا مربعة يسمونها سكوير، هي النوع الدارج. في أنواع ثانية اللي هي 8 أضلاع اللي هي أوكتانجول، لكن يفضل السكوير لأن هي أفضل نوع ومحترفين يفضلونها بشكل عام. طبعا بالنسبة لمسكة الستيك، طبعا في اغلب المسكات، طبعا المسكة المشهورة هذه او هذه كذا او كذا على حسب راحة الشخص. وطبعا في البداية الواحد يجرب جميع الطرق ويشوف وش اريح له تطبيق الحركات. طبعا تحريك العصا يكون بالاصابع فقط، يعني بما اني حاط يدي كذا بالنسبة لمسكتي شخصيا كذا تكون حركة بالاصابع، مثلا
داون كذا داون مثلا يسار كذا وداون رايت كذا بالاصابع او مثلا اب بالابهام اب بالابهام يمين رايت رايت اب ليفت يسار بسمع يمين داش كذا بس لازم تستخدم الاصابع هذا الاصابع هذا مهم جدا للمسك طبعا في ناس تفضل انها تحط الستيك على طاوله صغيره وهي جالسه او انها تحط على اللاب او على الرجول وهي جالسه على كرسي فهذه في النهايه برضو زي ما قلنا ترجع للشخص نفسه وش الطريقه اللي يرتاح لها اكثر في اللعب طبعا لما تكون على سطح ثابت تكون اريح على اساس ما يكون في حركه فواحد وشخص شخص وكل واحد وراحته في النهايه طبعا هذا كان الدرس الاول مقدم من جروب ريجستر اي استفسار او اي معلومات ممكن نفيدكم فيها احنا حاضرين طبعا عندنا جروب في الفيسبوك اسمه ستريت فايتر اريبيا واحنا مشرفين على الجروب هذا فاي سؤال او استفسار ما راح نقصر معاكم وان شاء الله نشوفكم في دروس ثانيه وراح نوريكم ليش الستيك افضل من اليد العاديه وان شاء الله راح تقتنعون وراح تستفيدون.